الاتصالات منذ فجر التاريخ احتاج البشر للتواصل بينهم لتلبية احتياجاتهم، وفيما يلي تاريخ استخدام الإنسان لوسائل التواصل، وأبرز محطات تطور الاتصالات لدى البشر. استخدم الإنسان البدائي الدخان والأصوات العالية وقرع الطبول لإرسال الإشارات للآخرين. تخيل أنك تقرع الطبول في حال أردت أن ترسل رسالة من هاتفك. ثم بعد ذلك اكتشف الإنسان ورق البردي وأصبح يكتب الرسائل ويرسلها بنفسه. ومن ثم تم اختراع الهاتف الذي بدوره أدى إلى تغيير الحياة مع توسع شبكات الاتصالات حول العالم، وأصبح بالإمكان التحدث مع شخص آخر بالطرف الثاني من الكرة الأرضية. وقد تم اختراع التلغراف اللاسلكي الذي مهد الطريق لاختراع الراديو. وهو جهاز إعلامي مسموع، حيث يعتمد على بث الموجات الكهرومغناطيسية مع تضمين الموجات الصوتية عبر الغلاف الجوي على هيئة دوائر. ثورة الاتصالات. حدثت ثورة الاتصالات في القرنين 20 و 21، وذلك باختراع التلفاز الذي ينقل إشارات فيديو. ومن بعده تم استخدام الليزر في مجالات الاتصالات. ثم تطورت ثورة الاتصالات باستخدام جهاز الكمبيوتر في الخمسينات من القرن الماضي، وظهرت شبكة الإنترنت في عام 1969، وكانت في البداية أداة تحكم ثم أصبحت أداة للتواصل بين الشعوب، كما تم إطلاق الأقمار الاصطناعية المخصصة للاتصالات، والتي سهلت بشكل كبير من التواصل العالمي. ثم شبكة الهاتف المحمول وشبكة الإنترنت العالمية في 1994. إلى أن ظهرت وسائل التواصل الاجتماعي، والتي بدورها سهلت على الإنسان التواصل والمعرفة والتعلم في أي وقت وبالقدر المطلوب. ومن نتائجها أنك الآن تشاهد وتتعرف على تاريخ الاتصالات بشكل سهل وممتع بمشاهدة هذا الفيديو. التواصل المرئي. يعد التواصل المرئي أحد أهم تطورات الاتصالات، وهو عملية اتصال مباشر ومرئي مع الآخرين، ووسيلة لنقل الأفكار والمعلومات التي يمكن قراءتها أو رؤيتها. وقد أتاح التطور التكنولوجي العديد من الوسائل والوسائل التي ساهمت في الحصول على المعلومات من أي مكان في العالم. كما هو نؤمن أن التطور قد يقودنا في يوم ما لملامسة الأشخاص عن بعد. وأخيرا هذه إحدى قصص البشر مع المعرفة، فاعلم أن العلم يبني بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والكرم. شكرا جزيلا لمتابعة قناة التصميم المثالي. يسعدنا اشتراكك بالقناة، وأرسل الفيديو إن أعجبك.